معايا عبر زوم الآن الكابتن الكبير كابتن عبد القادر بالحسن نجم وأسطورة نادي الترجي التونسي ومهاجم منتخب تونس الأسبق. يا فندم مشرف ومنور، سعداء جدا بتواجدك معانا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. أهلا وسهلا بك كابتن كريم وبالقناة المصرية الفضائية الأولى وبالسادة المشاهدين المصريين الإخوان والتونسيين والمتابعين للقناة. اتشرف جدا يا فندم، وبالتاكيد عايز اسالك عن تصورك ورايك فيما يخص المباراه الكبيره القادمه ما بين الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا. في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، والله المردود الايجابي اللي قامت به فريق نادي الاهلي في تونس اعطانا فرصه ان ممكن ننتصر في مرحله العوده، باعتبار انه الفريق الاهلي حاول يكسب المباراه من بدايتها وعمل انتشار معنا على ارضيه الملعب، انتشار محترم، انتشار ممتاز. تكتيكيا كان عرفت كيفاش ياخذ الترجي الرياضي التونسي، عرفت كيفاش يوقف خطر الترجي الرياضي التونسي منذ انطلاق الكره من منطقه الدفاع نتاعها. اليوم النادي الاهلي ترك ثغرات كبيره ما عرفش يستغلها الترجي الرياضي التونسي، اللي خلى انا واحد من الناس معنا نفكر انه المباراه نتاع العوده ان شاء الله في القاهره باش تكون مباراه ايجابيه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، باش تكون نتيجه ايجابيه باعتبار انتشار نادي الاهلي وترك ثغرات وراه، على اساس انه الترجي الرياضي التونسي يمكن ما عرفش يستغلهم في تونس لكن يعرف كيفاش يسكر، لانه المقابله اللي دارها في النصف النهائي ضد صن داونس، صن داونس الجنوب الافريقي كان اقوى من النادي الاهلي في اختراقات دفاع الترجي الرياضي التونسي على مستوى العمق ومستوى الاجناب، ورغم ذلك الترجي وقف وقفه حاسمه وعرف يسكر الخطوط وخرج بنتيجه ايجابيه وثقل العمليه على مهاجمين صن داونس اللي ما لقاش الحل باش يسجل للترجي الرياضي التونسي، على غرار النادي الاهلي اللي عنده ضعف على مستوى انهاء الهجمه وعلى مستوى الاعصاب اللي باش تخلي النادي الاهلي يلعب ضد التوقيت وباش يكون متسرع. في هذه الحالات الترجي الرياضي التونسي باش ينجح حول الله في سد ثغرات دفاعه، توقيف هجوم نادي الاهلي، وخاصه بعد اصابه علي معلول نتمنى له بالمناسبه هذه الشفاء العاجل اللي يشكل خطوره كبيره في دعم هجوم النادي الاهلي، واللي بصراحه ونقولوها خلصت منه معنا دفاع الترجي الرياضي التونسي انه ماهوش باش يلعب، وهذا يعني حافز كبير للترجي الرياضي التونسي انه يكسب المباراه من خلال توقيف هجوم النادي الاهلي وضربات المرتده بالنسبه للترجي الرياضي التونسي على طريق رودريغيز باش تكون حاسمه ان شاء الله، مع اعتبار الكرات الثابته اللي نقولوا ممكن بنتيجه 80% الترجي الرياضي التونسي باش يحرز على الكاس هذه ان شاء الله. وجود جماهير النادي الاهلي باعداد غفيره في هذه المواجهه، هل سيمثل ضغطا على فريق الترجي التونسي ام سيؤثر على النادي الاهلي؟ والله شوف، بالنسبه للنادي الاهلي والترجي الرياضي التونسي زوج انديه كبار كبار بالكدا كبار برشا، تتكلم انت على الترجي الرياضي التونسي، نقلب الميزان ونقول النادي الاهلي لعب في رادس قدام 60,000 قدام 50,000 متفرج، ولعب بضغط العالم ولعب انه يلعب في مصر ولعب بقيمه كبيره ولعب بقيمه كبيره، هذا ما يدل اللي النادي الاهلي فريق كبير وفريق محترم وفريق عريق حتى تكتيكيا، ما كانش متذبذب في طريقه كما قلت لك الانتشار، في طريقه توزيع الاثار، في طريقه استلام الكره في المناطق الفاضيه والضع على دفاع الترجي الرياضي التونسي، معنى يوري اللي النادي الاهلي ما اثرش فيه جمهور الترجي الرياضي التونسي في ملعب رادس. وتو هنا باش نقلب المكيال ونقول لك نفس السيناريو اللي صار في ملعب حمد العجل في رادس، عادي جدا يصير في ملعب القاهره وباش يكون الترجي الرياضي التونسي تحت جمهور النادي الاهلي العريق والنادي الاهلي الكبير اللي ماهوش باش ياثر، لانه كما النادي الاهلي يعرف يسافر ويعرف يفتك مبارياته خارج ارضه ويجيب نتائج ايجابيه، زاد الترجي الرياضي التونسي راهو يعرف يسافر ويعرف يعني نفس الحاله اللي عدى بها النادي الاهلي باش يتعدى بها الترجي الرياضي التونسي وما ياثرش فيه، هو مشى جنوب افريقيا وجاب اقتلاع ترشح، اليوم باش يلعب الترجي الرياضي التونسي ضد الجمهور العريق، صحيح جمهور عنده قيمه، صحيح احتمال الجمهور هذا باش يولي الضغط نتاعو باش يرجع بالسلب على النادي الاهلي، احتمال
الان بالتركيز العالي اللي دفاع الترجي التونسي، نقول دفاع ما نقولش منطقه دفاعيه، ونقول بالعكس نقول فريق كامل فيما ينصف على مستوى الهجوم، على مستوى معنى الكرات العكسيه والكرات المرتده، زاد باش ينصف على مستوى وقت الدفاع. مفهوم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن الكبير كابتن عبد القادر بالحسن نجم اسطوره نادي الترجي التونسي ومهاجم منتخب تونس الاسبق على هذا اللقاء عبر زوم.